أقيمت بكلية الصحة العامة بالتعاون مع المركز الفرعي للصحة الحيوانية ببنغازي ندوة توعوية بالتزامن مع الأسبوع التوعوي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، والذي ينعقد خلال الفترة الممتدة من 18 حتى 24 من شهر نوفمبر الجاري. تشرفنا اليوم بحضور وتلبية دعوة من معهد الصحة العامة بنغازي بخصوص في إطار يعني ندوة في إطار الحملة التوعوية بخصوص المضادات الحيوية واستخدامها في كلا القطاعين البيطري والمجتمع أو الإنسان. ولا شك أن الأمر مرتبط بالغذاء الحيواني، يستخدم فيه مضادات حيوية لللارج أنيمال أو في قطاع الدواجن. ويستهدف هذا البرنامج التوعوي المرافق الصحية والمستشفيات وأطباء البشرية والصيدلة وأطباء الأسنان، وكذلك قطاع الصحة الحيوانية الذي يشمل الأطباء البيطريين والتمريض ومربي الحيوانة والدواجن. وخلال هذه الندوة ألقيت محاضرة عن البكتيريا المقاومة للمضادات عند الدواجن ألقاها أطباء متخصصون وسط حضور لرئيس المركز الفرعي للصحة الحيوانية ببنغازي. طبعا جت فكرة الأسبوع التوعي لأن منظمة الصحة العالمية كل عام تنظم في احتفالية على الأسبوع التوعي لمقاومة المضادات الحيوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. قمنا بالإعداد للحملة التوعوية اللي هي حملة لمدة أسبوع من 18 إلى 24 نوفمبر 2019، وستقام ندوة علمية أخرى عن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية يوم السبت الموافق 23 من هذا الشهر بمدرج ثناء المحيدلي بمجمع الكليات الطبية لعرض آخر الأبحاث العلمية في هذا المجال، وكذلك لعرض استبيان عن مدى معرفة الأطباء والصيادلة عن المضادات الحيوية والبكتيريا المقاومة لها وطرق ضبط صرف هذه الأدوية للمرضى. لقناة ليبيا الحدث، خليل البرغثي.